السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. رغم أن الألف قد يكون رقما كبيرا جدا وثقيلا على النفس عندما يصرف في عبادة مفروضة عليها لا فقع كلها منها، لكنه بالتأكيد يحمل وزنا ومعنى مختلفين عندما يكون في طريق المطالبة بالحقوق الأصيلة. عندما خرجت البحرين في 14 فبراير 2011، لم تكن تفكر إلا في نتيجة واحدة فقط، وهي نيل الحقوق وجعلها واقع المعاش. لذا كان كل ما قدمه ويقدمه الشعب الصامد والثابت على مبدأه قليلا في حقها وصغيرا أمام حبه وولائه لأرضه ووطنه. 1000 يوم مضت حملت في طياتها الكثير مما سيوثقه التاريخ عما حدث في ثورة اللؤلؤ، من ظلم ومن أحداث تفاجأنا بها أبكتنا، لكنها حفرت في أنفسنا مكانا لها لن ينسى أبدا. 1000 يوم خلفت وراءها 3000 معتقل رأي وضمير، أي بمعنى 3 معتقلين في اليوم الواحد في أي ثورة هذه. 1000 يوم خلفت وراءها عدد كبير من الشهداء، عدد لم تشهده هذه الأرض الطيبة في تاريخها أبدا. 1000 يوم زادت عدد المهجرين عن وطنهم وأرضهم وعوائلهم. 1000 يوم لم تبقى فيها حرمة، لم تنتهك، فلا حرمة لامرأة في بلد يدعي العروبة، ولا حرمة لمسجد في بلد يدعي الإسلام، ولا حرمة للطفل، ولا حرمة لشيخ، ولا حرمة لأي شيء بالمرة. 1000 يوم كشفت حقائق مغيبة عن واقع كنا نعيشه مع إخوة لنا في الوطن غيرتهم الدنيا. 1000 يوم مضت خلفت وراءها عددا كبيرا من المطاردين الذين لا يستطيعون العودة لبيوتهم فقط لأنهم يطالبون بحقوقهم، لكن هذه الأيام 1000 هي التي صنعت إصرار وصمود الحاضر الذي نراه. هذه الأيام 1000 لم تتمكن من أن تثنينا عن عزيمتنا، لم تتمكن من أن تجعلنا أن نتراجع ولو قيد أنملة عما نؤمن به في المطالبة بحقوقنا المشروعة التي كفلتها لنا المواثيق والعهود الدولية. إن كانت 1000 يوم قد مضت بكل ما تحمله هذه 1000 يوم من مرارة وبكل أحداثها التي بالتأكيد لن تنسى أبدا، فهناك آلاف الأيام قادمة، وأملنا أن تكون هذه 1000 يوم القادمة لنا وليست علينا. سنبقى نطالب بغد أفضل، سنبقى نطالب بحقوقنا. إن لم يكن لنا فلأبنائنا، إن لم يكن لنا فلأبنائنا، لذا فنحن باقون ولن يتراجع أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.